وفد هجامين يا وزير كارمها الدبدة الصومالي اللي أنا يا كقب قال كل النبضات كا أو كدا عد يعني هوسي ماذا قبل كسول وركان وحصل إنه قصو دري عبد الرحمن على دعالي وفد وزير هجامين يا وزير كارمها الدبدة الصومالي اللي ياسين حاج محمود فرطان أو هي وزير كورفافين الصومالي اللي سلبان يوسف علي كاره يا تريا عندما ضابط الصومالي ومدوني كودن بيكو سوغنا مقرض الله سعند كواسو وجوه هولنا بتقليه أي ما تجاري أديكان كار عدية قبل كسال هل كسوي كغيب جلين عشرة سوق من قابين قبل وين محمد سياد كواسو باغنا بدأت إيه جوجل لفي دي أي أدي جودة ولا له وحن هل كسي كار ضيع قاش وحجرت كي هالدور كبل وين تاسي هيد كودي مي أو كادمي كودي مي أو كادمي إن لما رئيس أو ولا أبا هل كاو حدبات كل أحمرتي وحرمنا هدي الله إنه حل كذي من هالك تيجوا شيء ذي يباقي نبض إلى هالك فقبلنا وحوي إن أنا كباقنا ما أنت لحم الموت كذب أو كباقن شنط بيش الصقالات سبتمبر إن أنا قبلنا دونه افتتاحي أنا بيشا ولا لهيو وحنا قد أحمري aanu ka wada hadlayno hadii Ilaahay yiraahdo Ilaahayna waxa ka rajaynaynaa inaan isfahanno oo aan dib dambe naga dhaxdhicin maalintaas bisha shanteeda halka aanu gogosha dhignay ee aanu inta aanu barti gelinaynaa iyo walaalahay ugu baaqaynaa inay noogu yimaadaan waa degmadan Arcadeeye insha Allah biidnillaahi ta'ala waxaan leenahay wixii dhintay Ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacmayna Ilaahay ha u booga dhayo دكانا إلى هاي بوغو دا برات هايس مريو هايس مريو سيدي هوربا أي ولا لها وهاي إن شاء الله وحرشينينا إن أن هذا ولا لمدي وحي رومبا غاري إن إن شاء الله إن تادافين ستمي واتي يقول حميد ما أنت ما يا هبا حنكبر يجين ونبض إن كواريو إن شاء الله هو هيلينا كوغشن اللي قبل هن يو وحال رجي سجود ده هابا كورا وحيدن كوغشي بقى ما أنت اللي قال ده يا صحافة دي حلو بعيني هاي نبض شد إن ودون إن لا عديو بلو بعيني هاي إن لا عديو قبت كوغشة لغو قبنا يو قبت كوغشة لغو قبنا يا وا أنا عدي وقت كان جودي يا خدريك دوا ما سود وين يا وفتي لينا كغتين هرجيسا ونبدأ تاها وصوله ويني وفتي لما كي قبل كتشوغي أو شاي كقب سينا بالقليا دا يغانا وصوله ويني أو شاي يوهالكا عدكتين وانا ندقى ساعات دالغة بلا بقوشي واحد تالا عدى عدية لما كو قوري فيسكو كواد وحوية لبدا بيولد ولا لها هو سياد محمود وحو كانا تبدا لقصي حلو دونا دي لهي رهدو adu wuxuu barasay iska taasoo mareen markii uu Ilaahay qadaro un baa la isugu yimaada adilaanta madada waxaynu soo wadnay mar badan uu sibay ahayd meel heblaan ka dhun halkaan ka dhun maanta ma Ilaahay qadaray inuu isugu keeno dadkaana wixii dhintay Ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacmay Ilaahay caafimaad ha siiyo. Hadda la xajiyo la heshiiyo oo la wada hadlo kulliba waa la heshiinaya كله يبقى ولا هشينا يا علاد بهذا هي خسارة وحكدا بيجي هشيس هشيس كاسوا هشيس لو خص بيا يعني نقول بتيه سود داله هو حنون كتابته لكن هذا وحين لا ما يجوز إرادة يكلمي يا دم كل ما كسر الله يجوان صح إن نقارن كرنا مانت يا ماشي كخلدم طيبة وإذا لا توصل إن هذا الله يدمه سكمت بين إنه هيدا مانتين وحن رجينا وحكستا والله على رأي سياد محمود عبشان حتى النقطة إن شاء الله تعالى إلى دمانا محمد سياد واريهن كوكو شاعر دكتاي أيو في ديان ولا له هذا شقاقه دوك لقاردي إباش سياد محمود أطباني دي كمهد إلي رنتي قبع عائدة تهي كل قردو فيه وعدا عيان العربي اللي بده يبقى يسوق له واستنى بلي مركا عيد كستو واحد حمران قبع عيد حكمي ده إن وحد عيد الله قرابه ولا يسكع كله إذا ما بس أفراتك سعدوا اللي بسيهن وحين أتاقين إن نبط السوقان وإن وحكا قبان دونه نبطنا ميستران إن يديان كدعه بان رجينا يا إن شاء الله سانا اللي سلا قابان دونه
badan oo kala duwan isku aragnay waxaan sii ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaynu maanta wada doon saarnaa waana laga yaabaa fikirka in lagu kala duwanaado marka qofku meel u socdo salaam yuusuf cali koore iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland kusoo celinno arrinta aynu maanta isugu nimid haddaa daacad ka tahay waxa aad u socoto wada kasto aad u martid guul baad ku dambaynaysaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa odayaashii arrintan ka soo shaqeeyay ka xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay kulli guddoomiyihii baa iga dambeeya afka ku hadli doona wax alla wixii awooda oga baahdaan dadka odayaasha ayaanu facilitate garayn doona tin khaldan baa jiri doona cid wax raaci iman doona sida nabaddu ku bilaabato waa si aynu wada garanayn haddii aan ciidankaasi soo gaarin lahayn maalintii dhowe arax cadeeyana waa la qiyaasi kari lahaa wixii dhaca ciidanka qaranka iyo dowladduba badbaado weyn bay sameeyeen ka imaanaya dadka iyada ku dheedana siyaasadda dowladdu waxa weeye in nabad laga galo ma fududayn waxaanu jecel lahay sidaa ugu dhaqso badan ee ugu caqli galsan in loo soo gabagabeeyo ku dhammaato ayaanu idinka rajaynaynaa labadiina dhinacba aad intaad fududayn kartaan fududaysaan iyadoo aan waxba laga tegin ma rabo waxba laga tegi maayo arrimahay u baahan tahay oo dhan waa in la qaataa oo laga wada hadlaa waxaan runtii aan ammaanayaa oo bogaadinayaa oo u mahadnaqayaa ciidamada qaranka oo dhacdooyinkii dhammaantoodba dhacay ama arac cadeeya ha ka dhaceen ama lugaasha ha ka dhaceene ka qayb qaatay oo ina soo gaarsiiyey cabdiraxmaan cali ducaale sum news tv laas canood BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.